1Sheeld البرودكت بتاعنا هو عباره عن لوحه الكترونيه وموبايل ابلكيشن بيخليك تتحكم في حاجات فيزيكال اوبجكتس او اي اجهزه حواليك من خلال السمارت فون. الفكره ببساطه ان انت بدل ما تشتري مكونات الكترونيه وانت بتنفذ مثلا اي مشروع في البيت سواء هم اوتوميشن او انك تتحكم في اي حاجه ثانيه زي العربيه او ايا كان، بدل ما تشتري مكونات انت اوريدي عندك السمارت فون بتاعك ده حاجه باورفل جدا مليانه سنسورز ومليانه حاجات تانية ممكن تستخدمها زي الدخول على الانترنت وانك تعمل مكالمات وهكذا. فاحنا ربطنا القوة بتاعت السمارت فون بأي حاجة فيزيكال حواليك. الابليكيشن نفسه ان انت تربط السمارت فون وتخليه جينيريك موديول تقدر تستخدمه مع المكونات الالكترونية. الفكرة ببساطة ان ده كتل انت حاطط فيه مية، ومفروض انت عايز مثلا اول ما تصحى الصبح ممكن تظبطه مثلا على الساعة 7 الصبح ويشتغل اوتوماتيك، او ان انت تقول له ميك ماي تي وهو يعمل الشاي لوحده. فببساطة هو متوصل على المشترك ده، المشترك نفسه بقى از هاكت تمام؟ فاحنا موصلينه على ريلي سويتش، ده السويتش اللي هو بنفتحه ونقفله بالاردوينو، وهنفتحه من خلال الفويس. يعني لما نقول ميك ماي تي، ودي قوه بقى بتاعت 1Sheeld ان هو حاجه كومبلكس قوي بس بتتعمل عندنا بون لاين اوف كود، فهي مش محتاجه حتى حد يعني يكون اكسبرت في البروجرامنج عشان يعملها. البرودكت نزل السوق في شهر 6/2014، احنا موجودين دلوقتي اوفيشالي في 14 دوله ب 14 موزع، ده غير طبعا ان هو بيتباع على امازون واي باي في جميع انحاء العالم. في مصر انك تبدا شركه ناشئه الموضوع مش هقول ان هو جامد جدا، ولكن هو احسن بكتير من كذا سنه فاتت. دلوقتي بقى في ايكو سيستم، في مستثمرين ممكن يحطوا فلوس في الشركات، ولكن في بعض برضو المساوئ الاخرى ان انت مثلا كشركه هاردوير في تحفظ على بعض المكونات اللي بتيجي، وفي صعوبه شويه في دخول المكونات من الجمارك وحاجات امنيه وحاجات زي كده. احنا حاليا شغالين على منتج تاني، تعتبر فيرجن تانيه من 1Sheeld، قايم على نفس التكنولوجي ولكن في فيتشرز اكتر شويه، وده اللي ان شاء الله بنحضره عشان نلونش السنه دي باذن الله.